أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات انفجار سيارة بالقرب من السفارة البريطانية، أكد أنه سمع دوي انفجار في منطقة رأس رمان بالعاصمة المنامة بعد منتصف الليلة الماضية، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وباشرت مهامها فور تلقيها البلاغ. بعد منتصف الليلة الماضية سمع دوي انفجار في منطقة رأس رمان بالعاصمة المنام، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وباشرت مهامها فور تلقيها البلاغ، كما انتقل الموقع طاقم المختبر الجنائي وتم إبلاغ كافة الأجهزة الأمنية. تبين أن الانفجار ناجم عن عبوة تم وضعها أسفل العجلة الأمامية من الجهة اليسرى لباص كان متوقف بقرب سور السفارة البريطانية بمسافة حوالي 50 متر من المبنى الرئيسي للسفارة، ونتج عن الانفجار انفصال عجلة السيارة وتهشم الزجاج الأمامي والجانبي من الجهة اليسرى وتلفيات مقدمة السيارة. ونعتقد أن المادة المستخدمة شديدة الانفجار، وذلك بالنظر إلى قوة الانفجار والشظايا التي نتجت عنه ومسافة تطايرها التي وصلت إلى حوالي 32 متر وإحداث حفرة بقطر 30 سنتيمتر تقريبا أسفل السيارة المذكورة، وتضرر 5 سيارات كانت متوقفة قربها، ولله الحمد ليست هناك أي إصابات أو خسائر في الأرواح. ولكن يمكن التأكيد على أن حجم العبوة من الصعب الآن تحديده، إلا أنها تعتبر شديدة الانفجار، ويتم حاليا فحص وتحليل المادة المستخدمة في التفجير بالمختبرات الخاصة بالوزارة. وقد قامت وزارة الداخلية على الفور ومن خلال الأجهزة المعنية على تعزيز تأمينات على مقر السفارة بمملكة البحرين، وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين سرعة التبليغ عن أي سيارة مشتبه بها متوقفة بالقرب من المؤسسات الحيوية والحكومية في المملكة البحرين، ونؤكد أنه سيتم إطلاع الرأي العام أولا بأول على آخر نتائج. السلام عليكم. مطل الأسئلة أخوان. السؤال هذا بالنسبة للعلاقة مع إيران، فإن الخطب التحريضية الرسمية لإيران بلا شك لها ردود فعل في الداخل، أيضا التدريب على الأعمال الخطرة التي تتم في سوريا والتي سبق وأن أشرنا لها في السابق. أما فيما يتعلق باستهداف السفارة أنه بالنظر إلى موقع الانفجار أن الهدف الأقرب هو السفارة البريطانية، نؤكد على أن كل الاحتمالات واردة.
في ظل هذه المرحلة والتي تعتبر مرحلة اللي هي مرحلة التحريات.